Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah pada hari yang mulia ini kita kedatangan tamu yang sangat dan amat mulia Beliau berasal dari kota Sayyun, Hadramud Dan beliau adalah salah satu daripada cucu sahibul al maulid al-imam al-habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi Di hadapan saya ada al-habib al-adib النسيب الحسيب السيد إبراهيم بن علي بن عبد القادر بن محمد بن علي بن محمد بن حسين الحبشي فأهلا وسهلا بالحبيب حياكم الله, حبيبنا الله حياكم الله, حبيبنا الله سيدي الله بارك الله, الله فيكم وبياكم على هذا اللقاء المبارك حياكم الله في بلادكم نعم بلا وعند أقاربكم بلا شك الحمد لله رأينا ذلك ولمسناه بأيدينا ورأيناه بأعيننا الله أكبر ما شاء الله هذه حبيب هذه آه أول زيارة لكم أو هذه تقريبا الثانية الزيارة الثانية ثانية زيارة لكم ثاني نعم متى كانت أول زيارة لك؟ قبل ثمان سنوات. قبل ثمان سنوات. نعم ولكنها كانت مستعجلة وربما هذه الزيارة كانت أكثر تريثا. عجيب، في <applause> الزيارة الحالية تقريبا شهر جلستم في إندونيسيا؟ <applause> تقريبا أو تقريبا شهر جلستم. ما بين روضة وغدير وما بين مجلس علم وتذكير. الله أكبر، عظيم. <applause> <applause> طبعا بليو حبيب إبراهيم أه سرين من ينفر كاتا كاتا بليو دن ببرابا، سجع دن Syair, karena beliau memang sastrawan yang terkenal. Bukan hanya di Hadramaut saja, di Hadramaut dan di Mesir dan di negeri Teluk Arab sana wahai kata. Zakarna lahum anakum, Hadrat kum muhatten kafir bi ilmu lughah wa Hadrat kum ada min al udabah. Mustafa. Al Mashoirin. Mashallah. Habibana, bernisa li antibag kum li ziyarat kum al mera hazi wal ومناطق وطبعا نظرتم ورايتم باعينكم اندونيسيين وطبائعهم فما هي انطباعكم لزيارتكم المره هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها أو تؤتي أكلها بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الحقيقة أن بلد أندونيسيا أو البلد الملايو هي شجرة طيبة أصلها ثابت بهذا الدين العظيم وفرعها باسق بالذرية العلوية الحسينية الهاشمية التي حلت بها تؤتي أكلها أو تؤتي أكلها على اختلاف القراءات لا زال خيرها وأكلها وثمرها يجنى ويقتنى بإذن ربها حقيقة يعني بلد اندونوسيا هي خزانة الإسلام وهي كنانة الله تعالى في أرضه وهي أكبر دولة إسلامية من حيث العدد ومن حيث الكم ومن حيث الكيف وفضل هذه البلاد على حضر موت وفضل حضر موت على هذه البلد توام لا ينفصلان وبينهما اشتراك في النسب وفي الفكر وفي الدين وفي الهويه وقبل هذا وذاك في الإنسانية على وجه العموم رأينا حبا مفعما رأينا أخلاقا كريمة رأينا كرما وضيافة رأينا إقبالا على الله ورأينا حضر موت بوجهها المشرد في اندونيسيا وربما أننا لم نرى هذا الوجه في حضرموت بلده تتميز بعده مميزات مما يجعل الواحد يتامل في ملكوت الله تعالى من حيث الاهتمام بمجالس العلم والتذكير ومن حيث رحله ثله مهمه جدا من أعلام القرن الثاني عشر ويمكن تقول الحادي عشر إلى القرن الثاني عشر تشكل هذه الثلة نخبة من علماء وأفذاذ حضرموت الذين انتقلوا إلى أندونيسيا وكان في انتقالهم خير وبركة لحضرموت وخير وبركة لأندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. الله اكبر. ما شاء الله ان شاء الله ربنا يحقق حسن ظنكم حبيبي إن, ان شاء الله الحمد لله. ان شاء الله في اندونيسيا واهل اندونيسيا ان شاء الله كما تفضلتم اتذكر بقول جار الله عندما قال كانت مساءله الركبان تخبرنا عن جابر بن رباح اطيب الخبر حتى اجتمعنا الله فلا والله ما سمعت اذني باحسن مما قد رأى بصري. الله اكبر عظيم ما شاء الله ربنا يكرمكم, يكرمكم الله أمين حياكم الله وإياكم سيدنا آه حبيب آه طبعاً زي ما تشوفون في رحلاتكم يعني معظم الحضور أو الحضار في المجالس في إندونيسيا حالياً الشباب آه لكن في جهة أخرى آه أكثر من ينساقون إلى المساوئ هم الشباب في نفس الوقت فسيل جارف قوي آه أمام الشباب و أمامهم تحديات كبيرة واسعة من خلال نظرتكم سيد الحبيب كيف تطور الشباب سواء كان في إندونيسيا أو في حضرموت وكيف يواجهون الاتحاد الاتحاديات التي ستواجههم في الوقت القريب هذا نعم في إندونيسيا وفي حضرموت نعم الحقيقة أن نعم مسألة الصراع من أول بوتقة له انبثقت منها هو الصراع بين الحق والباطل، بدءا من صراع إبليس مع آدم وخروجه إلى هذه الأرض، وأراد الله تعالى أن يكون هناك صراعان صراع شيطاني وهناك منهج رحماني وأكبر شريحة مستهدفة وناضجة وخصبة في هذا الصراع هم الشباب والشباب هم أمل الأمة والحي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالشباب والشباب شعبة من شعب الجنون ولا نقصد الجنون هو زوال العقل فقط الجنون بمعنى التغير، الاضطراب، التشعب، الاشرباب الانفتاح فالشباب هم قضيتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم اولى اهتماما بمساله الشباب وهذا ما نلاحظه في تعامله مع كثير من شباب الصحابة، ولو تأمل الباحث في موروث السنة النبوية وبالذات في السيرة النبوية، سيجد أن للشباب اهتماما بالغا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعامل مع الشباب ليس التعامل مع من دونهم وليس هو نفس التعامل مع من قد بلغ سن الرشد. انت عندما تتعامل مع الشباب تتعامل مع انفس تتعامل مع غرائز. هذه الغرائز تتشعب الى عده شعب. غرائز بيولوجيه، غرائز جسديه، غرائز فكريه، غرائز اجتماعية غرائز ثقافية غرائز بيئية غرائز طبقية فليست هناك قاعدة مضطردة تخضع مفهوم التعامل مع الشباب بمعيار محدد مثلا الشاب الذي جاء إلى رسول الله عليه وسلم قال يا رسول الله اذن لي في الزنا هذا درس من دروس التعامل مع الشباب الصحابة بحكم أنهم ناضجين ومتأدبين رأوا أن هذا الأمر أمر مخل بالأدب ما بين ناه وما بين عاتب وما بين معاتب مه مه اترك اترك يعني فعل أمر معنا اترك صح صح اسكت فرسول الله كيف تعامل مع هذا الشيء قال له هل ترضاه لأمك هنا إيجاد الحلول هنا ملحظ دقيق يجب على الداعي الواعي والخطاب للدعاء الوعاه والخطاب للعالم العاقل وليس خطاب للعالم الحافظ أو الداعي الساعي الذي لا يمتلك حصافة ولا يمتلك بعدا في النظر لماذا رسول الله قال له أترضاه لأمك قال لا يا رسول الله فداك أبي وأمي أترضاه لبنتك لأختك لخالتك لعمتك لا لا قال كذلك الناس لا يرضونه لهم وهنا نلحظ أو نقتبس أو نستنبط العلاج العقلي أو الجواب العقلي المنطقي ثم بدأت المعجزة ووضع يده الشريفة وهذا خصيصة من خصائص صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة كيف أصبحت يا حذيفة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا قفزة فكرية أو قفزة صوفية خلينا نقولها فرسول الله اراد ان يتاكد من هذا الامر وما حقيقه ايمانك ان لكل شيء حقيقه قال اصبحت مؤمنا حقا اسهرت ليلي واظمأت نهاري وكأني ارى عرش ربي بارزا وكأني ارى اهل الجنه يتنعمون واهل النار قال عرفت فالزم انظر الى الجواب صلى الله عليه وسلم اوتيت جوامع الكلم عرفت فلزم الزم ماذا؟ ما انت عليه الزم ماذا؟ الزم الصمت الزم ماذا؟ الزم الثبات الزم, الثبات إلزم ماذا؟ إلزم الثبات إلزم يعني يعني يعطيك معاني معانيا كثيرة فمسألة التعامل مع الشباب تعامل أحداثه كثيرة ونحن بحاجة إلى إعادة صياغة برمجة تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشباب محتاجين إلى أبحاث علمية محكمة حتى نستفيد في كيف التعامل مع الشباب 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 عبارة عن إثارة متى ما أثرته سلبته الشباب عبارة عن إغراء للأسف سيدي يعني لا يخفاك الحال الجهود جهود الأعداء وجهود إبليس وجهود الموساد وجهود الغرب وجهود أعداء الإسلام في استقطاب الشباب شيء مهول بالمقابل ماذا نحن صنعنا فمن أجل أن تدخل إلى المعركة يجب أن تكون هناك معادلة يجب ان تكون هناك تكافؤ تناظر بين الصراع وايجاد شيء اسمه البديل. جميل. جميل. اليوم الشباب نعم. يجدون الاغراء في الاعلام، اين اعلامنا؟ للاسف اعلامنا ضعيف جدا. اليوم خليني اقول لك الداعي مثلا الى الى الالحاد او الداعي الى التفسخ او الداعي الى الخروج عن الدين او الداعي الى الالحاد هذا الرجل اتقن صنعته ستيفن هوكين هذا الالماني الملحد اعتبره انه رجل مخلص في الحاده اينشتاين الفيلسوف هذا الفيزيائي اليهودي أصل مخلص في في فكره فحتى الممثلين والاعلاميين هم اخلصوا في رسالتهم وفي هدفهم فحققوا نجاح بالمقابل عندما نضع اليوم من هو الداعي من هو الواعظ من هو القصاص من هو الفقيه من هو العالم من هو المسند من هو المفسر من هو المربي من هو المحدث من هو المنطقي من هو اللغوي من هو النحوي من هو الاصولي هناك خلط في المفاهيم بينما هناك تخصص في الاداء فعندما يكون هناك النسبه بين الفئتين ما شاء الله عندنا واحد يقول لك محدث وعالم وواعظ ومفسر ومربي والامر ليس كذلك هنا خلل ومن تكلم في غير فني اتى بالعجائب فهنا اخفاق فياتي الشاب يريد ان يسمع هذا العالم المربي المفسر المحدث المسند فيجد ان بضاعته مزجاه هذه حقيقه وعندما ينظر الى الاعلام اليوم كم تبذل السينما العالميه بشرقها وغربها في توصيل الرساله للشباب ملايين مليارات كم استقطبت؟ اعطني اعلاما اعطيك شعبا. اكبر فنحن في حاجه الى ايجاد ابحاث ومناهج ودراسه الخبرات السابقه وتوصيف لحاله الشباب ما سبب الانحراف؟ ما سبب الانبهار؟ ما سبب الانجرار ونحاول أن نوجد حلولا تؤمن بفرضيات الواقع وتؤمن بعامل الزمان وبعامل المكان وتضمن لنا قوة التأثير في هذا الشباب حتى يقتنع أنا كنت أضرب مثالا وإن كان يعني يؤذيني يؤسوني أقول لهم لا تظنوا أن الرجل الذي يفجر نفسه من هذه الفرق الخارجة التي أساءت للإسلام هو عبارة عن جهد كبير كيف توصلوا إلى إقناعه وتحويله إلى قنبلة يتفجر هذا عمل كبير لكنه عمل شيطاني كيف نحن نحول هذا الفتى الطالب إلى قنبلة علمية تعجبني كلمة الإمام النووي شيخ المذهب عندنا أو صاحب كتاب المنهاج حتى كلمة النووي بغض النظر هو من نوى من الشام لكن فعلا النووي في الفكر قصدكم آه، نعم نعم النووي؟ القنبلة النووية قنبلة نووية يعني فعلا نووي عجيب <applause> يعني نحن بحاجة جميل هذا آه فنحن بحاجة <applause> إلى إلى لماذا لا نصنع شباب علماء متخصصين في مجالاتهم؟ كلام جميل فبهذه الحالة سينقاد لك الشباب سينقاد لك الجيل هذا إذا وجد إقناعاً إذا وجد طرحاً علمياً مؤصلا مم. اذا وجد ان هناك من يخاطبه وفق عقله ومعطياته ويهديه الى الوحي المعصوم توصيل الخطاب الديني من قبل المشتغلين بالمجال الدعوي ضعيف جدا مم. هذه المشكله اعطيك مثلا واقعا ادخل الان اليوتيوب مم. سترى فوضى عارمه يعني مش اليوتيوب بشكل عام ادخل في اليوتيوب او ادخل في السوشيال ميديا مم. وانظر فقط في المجال الديني ستجد الفتوى مضطربة بالضبط. ستجد يعني الدعاء أنواع المؤسف ماذا؟ عندما تدخل إلى محاضرة أو فتوى إلى عالم جليل مثلا شيخ الأزهر الشيخ علي جمعة الشيخ حسن هيتو علماء حضر الموت عندنا انظر إلى إلى عدد المشاهدين أعداد زهيدة انظر إلى الدعاء وللاسف الذين لم يحترموا هذه الوظيفه تجد داعيا مثلا كاشفا لراسه لابس لي قرمه شبابيه رياضيه حالقا لشاربه ولحيته تنكر لاداب النبوه الله الله واخذ يتكلم باسم الدين هذا خطا انت تتكلم في الدين يجب ان تلتزم بلباس الدين جميل جدا لان السياسي لو تكلم بالسياسة وهو بعباءة العالم لضحك منه الناس ولأن الملحد لو لبس عباءتك الدينية وتكلم سيضحك منه الناس لماذا نحن نتنازل عن هذه الأسس وللأسف ستجد أن المشاهدين له أكثر من الشخصيات المعتبرة العلمية إذا مشكلة الشباب نحن وليس هم عجيب جدا جميل رأي حبيب حبيبي أنا ذكرتم وتفضلتم سابقا فيما يتعلق بالسوشيال ميديا والإعلام هذا بالضبط طبعا هو كنا زمان نسمع انه نحن نخاف على اولادنا عندما خرجوا من البيت من المؤثرات في في الخارج، الان اصبح الاب يخاف على ولده وهو في البيت ما دام معه جوال او سوشيال ميديا فالباب مفتوح له. نحن كاباء وامام اولادنا او نحن كشباب امام سيل جارف من السوشيال ميديا والاعلام ما هو التعامل مع السوشيال ميديا؟ طبعا فيه فيه الزين والشين لكن اعتقد الشباب كما تفضلتم سابقا أنه هو النزعات و غرائز واشياء هذه كيف هو يفعل الغريزه هذه في صد ما هو الشر وقبول ما هو الخير امام الوضع الحالي هذا في التعامل مع السوشيال يعني ميديا يعني حدد جهه السؤال بالضبط آه يعني السؤال, السؤال هي بالضبط ما هو الاسلوب الامثل في تعامل الشباب مع السوشيال ميديا في حصنهم لحصنهم عن الـ عن الـ عن الـ عن, الـ عن الشرور الجايه من 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 الاعلام ويسالونك عن الخمر نعم قل فيهما اثم كثير ومنافع, ومنافع خلينا ننظر الى المنافع عظيم السوشيال ميديا هي عباره عن يقول شيخنا الحي بكر المشهور هي عباره عن ابواق الدجال يشبهها هي عباره عن ابواق الدجال على مزابل البشر يعني هي عبارة عن أبواق جميل جدا جميل أحد الأدباء الإسبانيين يقول أن السوشيال ميديا جعلت من السفهاء والأنذال أن يتربعوا على منصات الخطاب هذا فيه غث وفيه سمين نحن يجب أن نكون في موقع المنتج المختار المنتج المختار ولازم نفهم ان هناك ثلاثه معايير في توصيف التعامل مع من حولنا. هناك واقع وجودي نعيشه وهناك حدث حصل وهناك حقيقه لا يعلمها الا الله تعالى او من عصمه الله تعالى. الواقع السوشيال ميديا، الانترنت، الواتساب، الشاشات هذا واقع نعيشه الان الحقيقه ما وراء هذه الامور يبقى معنا الفكر او فقه التعامل مع هذه الاشياء يجب لكي نصل او نقتنص صائبه الصواب او محجه الصواب يجب علي ان ابدا من قاعده لا تقبل الخطا قاعده تضمن لي النجاح اين العصمه اين مكمن العصمه في وحي الله تعالى هذا واحد العصمه اين اجدها في الفطره التي فطر الله عليها الناس اين اجدها الفرضيات تجددت الواقع تغير انظر الى الكتاب والسنه وما صح من السنه انظر الى الاجماع انظر الى القياس اذا لكي اتحصن ولكي ابني قاعده ومحجه ادين الله بانها على الصواب يجب ان ترتكز على هذا الوحي المعصوم. لكن الوصول الى ها الى هذه المعايير تحتاج مني الى شيء اسمه العلم. والعلم قضيه وليس مجال وليس فن وليس هوايه وليس وسيله. العلم غايه وقضيه مهم جدا لكي نفقه كيفيه التعامل مع السوشيال ميديا او غيرها اننا نسعى الى تحويل المعلومات النظريه الى تطبيقات حياتيه في واقعنا حينها نعرف ان مفهوم البيت ليس ان اكفل الباب على ابني فربما أقفلت الباب وعنده الجوال والنت وربما يجد الشر في بيته ولا يجده في الشارع إذا ما هو مفهوم البيت الآن ليس أن أقفل الباب مفهوم البيت أن أعطيه مفتاحا اسمه مفتاح الفضيلة أن أغرس في قلبي يا ابني يا تلميذي يا أخي هذا عمل فضيلة وهذا عمل رذيلة الفضيلة مآلها إلى رضوان الله والرذيلة مآلها إلى غضب الله وإن تشكلت وإن تلبست وإن تقمصت بثوب حسن فالرذيلة الرذيل رذيلة كنت أقول لهم لكثير من الطلاب إن للخيانة رائحة لا تخفيها العطور الكاذبة هذه حقيقة حقيقة فنحن الآن نقول نقول للآباء لم يعد أن تضرب بالعصا أو أن تسيل ابنك حلا الان في كثير من الدول اذا ضربت ابنك ستسنج عفوا ستسجن اليوم ابني في المدرسه يهدم اليوم الجامعات لا تعلم ماذا اقول عن الاسلام يا ابتي لجذوة في فؤاد اليوم تلتهب فالمرأة اليوم في الأسواق راتعة مخدوعة من عزيز العار تكتسب هذه تضيق ثوبا أو تقصره أن الحياء وقد حفت بها الريب تحضرا لو بدت للناس عورتها أين العقول وأين الرأي والأدب أما الشباب ثقافات متلفزة فيها الخناء والعراء والذل والعطب فقدنا غيرة سعد يا حبيب ولم نشهد سوى قلة في الدور قد حجب إن صاحت امرأة في عصر معتصم فنسوة في بلاد العرب تنتحب صاحت بذل أمام الكل شاهرة ذل النساء فهل لا ينهض العرب فالقضيه في كيفيه التسلح بالدين كيف اجعل من الدين منهجا وسلوك كيف اوصل القناعه في ابني وفي تلميذي الى ان هذه فطره الله فاتها من كل الابواب وهذه فطره الشيطان او هذا عمل شيطاني يخل بايمانك ودينك فيتنئوا من كل الوجوه بهذا السعي بهذه القراءه بهذا الوعي بهذا الادراك نستطيع ان ننظر الى اخواننا الذين يعيشون في بلاد الكفر وتخرجوا علماء هناك من تخرج رباني وهناك من كان راهبا قسيسا فتحول الى شيخ المربي اخونا الشيخ نوح كلار نعم ما شاء الله فالمساله المساله واضحه فطره الله فلن يكون البيئه التي عاشها هؤلاء أسوأ بحال منا لكن فقه التعامل اتخاذ القدوة اتخاذ القدوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نحن بحاجة إلى إلى التشبع به وإلى تحويله إلى واقع ملموسا ستجد أن كثيرا من الشباب سيقتنع بالخطاب سيقتنع بالفكرة عندما تبين له المآلات بيان المآلات نعم فمثلا إذا وجهنا جاء عندنا واحد شاب فعلا قد تاثر بسوشيال ميديا والاعلام لا يسمع الا منه فاصبح معجب فاصبح معجبا بفكر الغرب وينظر الى الدين بشيء من النقص ف لو لو بنرسم خطواتنا معه فما هي الخطوة الأولى ثم التالية والتالية الخطوة الأولى لابد أن نقرأ الآخر نقرأ الآخر من هو الآخر نبدا نعطيه مثالا لاكبر الفلاسفه والعباقره الاوروبيين الذين امنوا بالله بعد جهود كبيره وعرفوا ان هناك اله يعبد نثبت له ان الغرب قد فشل فشلا ذريعا ونعطيه نتائج واقعيه اليوم المراه في اوروبا وباجماع اثبتت واقتنعت بفشلها وبسفورها بل وبعملها في غير موقعها. وهناك ابحاث وارقام من التحريش الجنسي للمراه في مرافق عملها استحي ان اتلفظ بها. اليوم مساله مساله اولاد الزنا في امريكا او في اوروبا شرب الخمر القمار في اوروبا أعلن أرقاما فادحة وفشلا ذريعا ولكنهم يتبنون نظرية خطيرة اللي هي تحسين القبيح وتقبيح الحسن هذه نحن نحاول أن نثريها في جيلنا وشبابنا كيف حسنوا القبيح مثلا أعطيك مثال المثلية من الخطأ أن أقول المثلية تدري لماذا؟ لأنني وقعت في الخطأ عندما أصف أمرا قذرا بشعا قبيحا دنيئا عافته الحيوانات وعافته كافة الحضارات الإنسانية فضلا عن الإسلام وأن أسميه بغير اسمه نعم إذن أسميه الشذوذ اللواط الرذيلة الخبيثة شوف هنا تحسين القبيح يبدأ من اللفظ يبدأ من اللفظ عظيم كما كنت قلت لك في اجتماعنا السابق لا. مسألة مراعاة الألفاظ احترام لا. الألفاظ إذا لم نحترم ألفاظنا وإذا لم نحترم مسمياتنا لا نحترم مضموننا. فهنا نوصل هذه الحقيقة. فالمشكلة يا سيدي تكمن عندنا أنه قصرنا في في في, في قراءة تراثنا وتاريخنا، <applause> وإلا في الحقيقة فتراث الأمة الإسلامية زاخر وعظيم وفيه من الحلول والتعاملات ما هو كفيل أن نحل كثير من المشكلات. فنوصل نقول أنظر إلى إلى أوروبا اليوم، أنظر إلى المرأة انظر إلى الرذيلة، انظر إلى إلى إعلان كم عدد الانتحار في أوروبا؟ كم عدد الطلاق في أوروبا؟ كم عدد أولاد الشذوذ في أوروبا؟ كم عدد الإخفاقات في أوروبا؟ كم عدد الجريمة؟ أتعرف أن في دول تسمى بحضارية وتسمى بدول كبرى فيها من الحياة الحيوانية والله ما أستعن أقول لك إياه، لكن هناك إعلاماً خدعة يخدع الشباب هؤلاء فنبين له يا سيدي كيف يعيش الفلسطيني؟ ويحمل حجرا ويواجه دبابة ضع هذا في الميزان ضع هذا في الميزان اليوم ما الذي خوله وما الذي أوصله أن يحمل حجرا ويواجه رجلا إسرائيليا بأحدث الأجهزة ويخاف الإسرائيل أو يواجه دبابة هناك شيء اسمه إيمان هناك شيء اسمه قناعة فكر دين وبالتالي عندما يقول لنا محمد حسين هيكل حياة محمد او عبقريه العقاد نقول هذه نبوه ليست مم. عبقريه وهذا قالها ابو سفيان مم. لقد عظم ملك ابن اخيك يا يا ابا قال لا انها نبوه مش مش عبقريه مش ذكاء مش سياسه هذا امر فوق مستوى العقل البشري ونحن عندما نخاطب الشباب بهذا الدين لا نخاطبه كنظريه او اجتهاد بشري يعتوره قصور علمي اثبت هذا القصور التطور الزمني الحادث. التطور العلمي في حد ذاته دليل على النقص البشري، لكن نحن نخاطبك بدين من عند الله. نخاطبك بدين هو الافضل والانجح والاصلح لكل من لدن ادم الى ان تقوم الساعه، وهذا نتائجها. وهذا واقعها، انظر الى فلان، انظر الى فلان. لم نجد عالما اشعريا او ازهريا او صوفيا انتحر في يوم من الايام. مثلا لم نجد عالما في يوم من الايام رجع عن دينه او ارتد بل يزداد الى اخر لحظه ما هذا الدين كيف فتح, فتح العرب اوروبا والصين واندونيسيا عندكم كيف كان منهج الحضاره هذا منهجهم اعطيك موقفا حصل لي عجيبا كنت في دوله لا احب ان اسميها والتقيت بشخصيه كبيره من ارض العراق فكنا في اجتماع مع بعض الباحثين وبعض الناس الرسميين فسالني يقول لي من اين شيخ؟ فقلت انا من حضرموت فهذا يسالني عن فقال لي كلمه عباره عجيبه في فقه التعامل مع الواقع قال لي جدودنا هم العراق فتحوا اوروبا بالبندقيه والسيف والسلاح واجدادكم فتحوا شرق اسيا بالمسواك والسبحه والعمامه انظر اليوم يا ابني الى العداء الاوروبي للعراق وانظر الى الحب والولاء من شرق اسيا الى حضر الموت. هذه تلخص لي كما هائلا من التعامل مع مع الاخر اذا نوصل نوصل شبابنا الى ان هذه نتائج لولا الدين الاسلامي لما وصلت الى هذا النضج غير كلام يعبد بوذا ويعبد بقره ويعبد حشره ويعبد فرجا ويعبد كوكبا ويعبد وهما وانت تعبد الله، هذا شيء عظيم. لا تظن انه امرا سهل. لكن كيف نوصله؟ كيف نحسن عرضه لهؤلاء الجيل والشباب؟ عجيب عجيب رائع، كلمة هذه عظيمه. الله جدا جدا. وطبعا كما تفضلتم انه اندونيسيا هذه في بركه الدعاه نعم من نعم بالسواك و والعمامة, والعمامة والمسبحة والمسبحة هذا هو <applause> وهذه نتائج هذه نتائجها الله أكبر نعم. ربنا يكرم حبيب بصراحة في الحقيقة إحنا نود أن نجلس نسمع منكم كثير كثير لكن ربما ضاق عليكم الوقت الله يحفظكم ففي الأخير حبيب فما هي نصيحتكم الختامية لنا كشعب إندونيسيا وخاصة للرابطة العربية حقيقة نصيحتي والعبد الفقير لست أهلا أن أكون ناصحا ولست أهلا ولكن من باب تواصل بالمرحبة ومن باب واعتصم بحبل الله جميعا ومن باب الدين النصيحة أقول لإخوتي في إندونيسيا حافظوا على الهوية الدينية حافظوا على الهوية الاندونيسية احترموا ثلاثة أشياء الانسان والزمان والمكان. الانسان بكل مسمياته وبكل تجلياته وبكل مظاهره. نحن نحترم الانسان كونه خلقا مكرما من الله. ثم نحترم هذا الانسان اذا كان مسلما فقد عصم دمه بامر الله. ونحترم هذا الانسان اذا اجتهد في تصفيه وتنقيه نفسه حتى يصير علما او اماما او وليا او صالحا من هذا الملحظ. نحترم الزمان العصر الذي نعيش فيه لا اخاطب جيلا بخطاب القرن الاول او الثاني او الثالث ولكني احاول ان اجدد في الوسائل وان احافظ على المضمون وان انظر الى المنهج النبوي كيف تعامل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان احترم المكان الذي انا فيه وان احترم هذه الارض المباركه الطيبه الذي اوتني والتي منحتني والتي أعطتني والتي آآ آآ تربيت في أرضها واستظللت بسمائها وجلت في أرضها فهنا يجب علينا أن نحتز بهذه المعايير وبديننا وبإسلامنا وأن نعيد نعيد قراءة تاريخنا كيف كان الدعاة الحضارمة قبل خمسين عاما قبل مئة عاما كيف متى دخل الإسلام إلى إلى أندونيسيا وكيف كانت فكرة التعامل معه ما هي المعايير ما هي الأساليب ما هي المضامين التي انسجمت معها بيئة الزمان والمكان والإنسان في هذه البلد ربما لا تنسجم في مكان آخر وهي الأصلح في أن أطورها في أن أطورها في واقعي فلن أستطيع أن أقرأ واقعي إلا إذا قرأت الماضي فصناعة حاضر من قراءة الماضي. فبهذا فبهذه النصيحة هذا على وجه العموم، وجه الخصوص أهدي تحياتي وعظيم امتناني إلى الرابطة العلوية. هذه الرابطة العلوية حقيقة يعني هي ليست رابطة منكفئة في عرق أو في أسرة فقط. ولكن هي تسعى إلى خدمة مدرسة ومنهج حضرموت على وجه الخصوص ومنهج الإسلام على وجه العموم ولكن جاءت تسميتها من باب العلة والمعلول أو من باب السبب لكون الذين قاموا بهذه الفكرة من البيت النبوي العلوي الطاهر جعلت المسمى بهذا الاسم والاهتمام بالأنساب هو مطلب ديني ومبحث فقهي ينبني عليه مباحث الزكاة والكفاءة وغيرها من التعاملات ومطلب أمرنا الله تعالى أن نحافظ على هذا النسب الشريف ولكن كذلك نحافظ على الهوية الحضرمية ونحافظ كذلك على الهوية الاندونوسية لأننا في أرضها وفي موطنها فأقول للقائمين بهذه الرابطة نحن بحاجة إلى نظرة شمولية وفي حاجة إلى قراءة للواقع وفي حاجة إلى تحديث الهدف وفي حاجة إلى توسيع نشاط العمل الاجتماعي والديني والثقافي ولكي نوصل رساله الاسلام من هذا المنبر من منبر الرابطه العلويه الى كل الناس ونقول لهم ان الاسلام صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل انسان. بهذه الرؤيه وبتحقيق اهدافها ولو عدنا الى مقاصد الرابطه ولو عدنا فقط الى مجله الرابطه العلويه لراينا عملا كبيرا وجبارا رغم قلة الإمكانيات وشحة الأموال وصعوبة الظرف الظرف الزمان والمكان وهنا الحمد لله توسعت الأمور وكان فرحت بأخي وحبيبي حبيب المربي العالم توفيق عندما تولى رئاسة هذه الرابطة وأسأل من الله تعالى أن تلتفوا حوله وأن تشدوا من أزده وأن تعينوه لأن الرجل أعتبره من الطراز الخاص ومن حبات السبحة وممن تربى على منهج الرجال كل الثناء وكل الحب وكل الوفاء للرابطة ومزيدا من الأعمال ومزيدا من توسيع نطاق الخدمة لكل الاندونيسيين ولكل مسلم فضلا أن يكون من بيت أو من أسرة محددة هكذا هكذا وإلا فلا طرق الجد غير طرق المزاح ربنا يكرمكم حياكم الله سيدي ان شاء الله جزاكم الله خير كما العادة أنه نختم بالدعاء والفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد, محمد مفتاح باب رحمة الله, الله, الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد اجمع بيننا وبين مقام الصديقية الكبرى والخلافة العظمى والفتح المطلق والوصول المحقق وعلم اليقين وعين والدراية الشاملة لجميع العلوم التي لا يبقى معها جهل بشيء منها أبدا وتعليمها وبثها ونشرها والعمر الطويل والعطاء الجزيل وبلوغ المرام وحسن الختام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد اللهم لا ترنا في وجه مؤمن ذلة ولا في وجه كافر عزة ما أبغيتنا إنك على كل شيء قدير أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا غير مفتونين لا في ديننا ولا في دنيانا بارك اللهم في هذه الرابطة وبارك اللهم في هذه البلد المباركة وبارك اللهم في شباب المسلمين وفي علمائنا وفي شيوخنا وفي من أدبنا ومن ربانا ومن أحسن إلينا وأعلي راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة وهنا حسنا أن نمسك عنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكيان إخوان، barusan kita mendapatkan doa yang mulia dari beliau dan nasihat dan mutiara yang sangat dan dari Semoga insyaAllah Allah, Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Dan semoga Allah Ta'ala mengijabahkan doa anda beliau tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.